ثانيا، ما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا ولم يشذ فيه أحد ممن يعتد برأيه من العلماء والفقهاء على مر العصور، من أن إعلان الجهاد القتالي وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر بإعلان حالة التعبئة العامة أو التعبئة النوعية أو إعلان حالة الحرب أو السلم ليس حقا لعامة الناس أو لأحدهم أو لحزب أو جماعة، إنما هو حق لرئيس الدولة أو مجلس أمنها القومي وفق ما ينص عليه وينظمه قانون كل دولة ودستورها.